كلكم واحد مسألة ما بين قوسين كان لي كنت جد سعيدة وكان لي الشرف بأنني اشتغل خلال هذه الخمس سنوات الفارطة على البرنامج ديال الحزب بأننا تقربنا مشينا للبوادي والمدن وشفنا يعني لا تيكستور يعني نسيج ديال المجتمع المغربي كيف عامل. فأكثر تهميشا في المجتمع هي المرأة المغربية، يعني كنشوفوا بأن المرأة المغربية كتعاني من الإضالة، كتعاني من التشغيل وكتعاني حتى مدروس. فكنشوفوا بأن هاد النساء هما اللي خصنا نعاونهم، هما اللي خصنا ناخذوا بيدهم، هما اللي خصنا نوعيوهم. حنايا التجمع الوطني للأحرار عملنا نساء في صلب ديال الاهتمامات ديالنا بالنسبة للتكافل الاجتماعي، بالنسبة للاقتصاد الاجتماعي، من أجل تأهيل هاد المرأة. دورة الأحزاب حاليا هو تأهيل النساء، تأهيلهم اجتماعيا وتأهيلهم لولوج مراسم القرار، وكذا ضمان أكبر تمثيلية للمرأة في المجالس المنتخبة. فأنا كنشوف بأن الحزب خدام على هذه المسألة. كنشكر من هذا المنبر سي عمر نور المنسق الإقليمي ديالنا اللي بقى قابض في المنظمات الموازية ديالو، النساء ديالو اللي اشتغلوا معاه مبغاش يفرط فيهم. و ان شاء الله كما كيقولوا بان هما كيقولوا بان العمود يعتبر هذه المراه من نصيب التجمع، فحنا كنتمنوا بان المراه المقبله في 2026 تكون العمود من نصيب المراه في التجمع الوطني اليوم. حنايا امام واحد التحدي خصوصا المراه الطنجاويه، واحد التحدي لخوض غمار الانتخابات المحليه. حزب التجمع الوطني الاحرار عنده واحد الرهان كبير ديال تدبير الشان العام المحلي واشراك النساء الفاعلات في المجتمع في هذا التدبير ديال الشان العام المحلي. حنا كلنا طموح باش نخوضوا هذه التجربه بتحدي وبفعاليه وبنجاعه. كنتمنوا بان يعني المجتمع الطنجي والنساء الطنجاويات هما يكونوا في المستوى، لان المراه في جهه الشمال هي اكثر حيف واكثر تهميش. خصنا نرفعوا يعني هذا التهميش على المراه بصفه خاصه في جهه الشمال. وحنا كنا امل باننا نرضى يعني نلقاو القبول و يعني ديال وديال المجتمع الطنجي باش يصوت علينا في هذه المرحله الحساسه اللي طنجه كتسنى من لدى كاملين بانهم يرفعوا من القاطره ديالها الى الامام. احنا كنشوفوا المراه المغربيه دائما مراه التحديات. كنشوفوا بان الحركه الحقوقيه النسائيه في المغرب ناضلت الكثير من اجل يعني الفوز تشريعيا بأكثر تمثيلية للمرأة، من أجل المناصفة، من أجل المساواة، من أجل بأن المرأة تولي كشقيقها الرجل. جلالة الملك نصره الله التقط الإشارة، كرم المرأة، أعطاها مناصب القرار، مناصب المسؤولية. كنشوفوا بأن تبارك الله عندنا واليات، يعني عندنا رئيسات مجالس جهوية، عندنا وزيرات. احنا في التجمع الوطني الأحرار عندنا هذا الرهان منذ بدينا هذا المشروع ديالنا الطموح منذ خمس سنوات. وحنا كنشتغلوا على واحد الرهان ديال 2021-2026 ورهان المستقبل. فحنا كنوجدوا كفاءات حاليا، عندنا شباب. اذا جيتي تشوف اللوائح ديالنا فكتلقى بان الاغلبيه ديال اللوائح هي لوائح شبابيه. فنساء كذلك الحزب اشتغل عليهم، اشتغل على الكفاءات. عندنا مناضلات في المستوى، عندنا مناضلات اللي دبروا الشان يعني العام باحترافيه كبيره. احنا فخورين اليوم باننا كنشوفوا بان اول مراه رئيسه يعني غرفه ديال الصناعه التقليديه هي من التجمع الوطني الاحرار، الاخت جليله مرسلي في الدار البيضاء ستات، عن جهه الدار البيضاء ستات، فهي من التجمع الوطني الاحرار. هذه كتعتبر واحد الكفاءه شابه. فكذلك حنايا كنشوفوا الوزيرات التجمعيات يعني في مناصب حساسه اشتغلوا بواحد الروح ديال المسؤوليه، وكانوا عند حسن الظن ديال المواطنين وعند حسن الظن ديالنا حنايا كنساء تجمعيات. لذلك فلما لا ما نفكروش حنايا بان هاد النساء حتى هما خصهم يدخلوا الشان العام المحلي ويتقلدوا مناصب المسؤوليه. فاحنا طموحنا مني قلت بان المراه تكون يعني 2026 نرفعوا التعدي بان المراه تكون عمده، لما لا
فالرجل الطنجاوي حنا كنعرفوا بان طنجاوه ناس متفتحين، كنشوفوا عند اي اسره فالمراه هي اللي عندها واحد، يعني المراه هي اللي عندها الكلمه، واخا الرجل هو اللي كيكون مسؤول على البيت ولكن المراه دائما كتكون عندها الكلمه. الرجل الطنجاوي يكرم المراه، فانا كنظن بان احسن تكريم باننا نشوفوا النساء الفاعلات، نساء السياسيات، ورفعوا التحدي بانها تكون عمده ان شاء الله في 2026. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.